مرحبا يا أطفال، عمو يزيد يعطيكم موعد بحلقة جديدة من حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. إذا كان يوم عالمي، يوم 3 نوفمبر هو اليوم العالمي لللطف، وكذلك يوم 7 نوفمبر هو اليوم العالمي للكاتب الإفريقي. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة مثل. الشيخ الحداد هو محمد أمزيان بن علي الحداد، انتقلت أسرته من بني منصور واستقرت في إيجيل إيمولا بالضفة الغربية رواد الصومام بالجزائر. إذن أحبائي، كما وعدتكم عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الغزالة والضفدعة والحلزون. عمو يزيد لكم أغنية جميلة نقول فيها: حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي. حين أنهض من نومي أصلي الفجر مع أمي، أصلي الصبح وأدوم، ربي بارك لي يومي. وانتم إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم، ما عليكم إذا توجهوا لموقع الإنترنت عمو يزيد .com وتضغطوا على الزرار آراء وملاحظات وتملأوا الاستمارة. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولوا، هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء. ترقبونا، كونوا في الموعد مع عمو يزيد.